سيكون عبقريا. صوت جميل. لا يبدو أن ستيف مقتنعا بالكامارو كسيارتنا القوية. أهم ما في السيارات القوية محرك في V8 الكبير وعزم السرعة المنخفض وكثير من القوة. أفضل طريقة للإيضاح جذب شيء ثقيل، هذا هو. هيا بنا. انظر، لقد عاد. أتساءل ماذا ينوي؟ ما الذي خطط له؟ انظر، هذه إضافة. ما هي خطتك؟ ساعدني في الجر. الجر؟ الجر. عثرنا على أثقل طائرة موجودة وزنها 60 طنا. فكرتي هي جر الكامارو إلى أمام الطائرة وقطرها. تراجع، توقف. إن استطعنا القيام بهذا سيبهر ستيف. أشعر أنها تعمل. أجل، تعمل جيدا، أؤكد لك ذلك. أخبرني ماذا تفعل. هذا عبقري، سترى كم من القوة تملك هذه السيارة. الذي لا تملكه سيارة الكامارو العادية في الخلف هو الوزن، وقد وضعت 0.25 طن من الرمل في الخلف، وسيضغط هذا المطاط على الإسفلت، وستمسك قطع صغيرة من المطاط بالإسمنت، وسيفيدنا هذا في جذبها. طائرة وزنها 66 طنا، 30 طنا من الوقود. أتظنها ستتحرك؟ سوف نرى. أنت على حق. جاهز؟ انظر، الطائرة ثقيلة، وأصعب شيء هو جعلها تتحرك. ثمة خطر أن نصيب السيارة بالضرر. هذا الوزن يمكن أن يفجر المحرك، علبة السرعة والمفاصل. جرب مرة أخرى. إنها تتحرك، انظر إلى هذا. انظر إلى هذا. لابد أن أحدا في قمرة القيادة. لا، المحركات عليها أغطية. انظر إلى المحركات، كل شيء تقوم به السيارة. هذه بالتأكيد قوة جذب تفوق على هذا. نحن نصنع سيارة أداء حقيقي. ما رأيك بهذا؟ هل تعلم؟ أنا مصدوم قليلاً. كنا غير واثقين.